السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال سنة تالتة إعدادي، إزيكم؟ النهاردة عندنا يونت 2 الوحدة الثانية lesson 3 and 4 الدروس الثالث والرابع. نكبر الصورة ونعلي الجودة، ركز يا بطل، الورقة والقلم معاك علشان تدون ورايا الملاحظات المهمة. يلا بينا يا أبطال نبدأ مع بعض فيديو النهاردة. تعالى يا بطل نبدأ بكلمات الدرس. عندنا جزء جرامر وده هيكون في آخر الفيديو، يعني كمل يا بطل معايا الفيديو للآخر. كلمة مقعد يعني بنش، بنش بنش، زي مثلا مقعد في حديقة اسمه بنش 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 بنش. فن الخط اسمه كاليغرافي كاليغرافي كاليغرافي، حاجة جميلة جدا بنتعلمها بنؤديها، كاليغرافي 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 كاليغرافي. خبرة يعني experience 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 experience. الرسم على الجدران اسمه graffiti 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 graffiti. منشور يعني leaflets أو منشورات leaflets 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 leaflets. لوحة إعلانات يعني notice board notice board notice board notice board notice board. منافسة أو مسابقة competition 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 competition. صحيفة محلية تلاقي كده جريدة مثلا خاصة بالمدينة دي اسمها صحيفة محلية، اسمها local newspaper local newspaper local newspaper. يدفع pay، تدفع فلوس مثلا pay pay pay. يحترم respect respect، فعل منتظم أكون الباست منه بإضافة ED وتبقى respected. وسائل التواصل الاجتماعي social media social media social media، الفيسبوك والواتساب والتليجرام كل الحاجات دي social media. خدمة الشبكة الاجتماعية social network service social network service. مستأجر المنزل، الشخص اللي بروح يستأجر اسمه tenant 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 tenant. مبنى البلدية town hall town hall town hall. محطة إذاعية محلية local radio station local radio station. طيب مستأجر لغرفة، غرفة كده نازل في غرفة اسمه lodger 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 lodger. مستأجر لغرفة بالمنزل lodger lodger lodger. عندي كلمات إضافية زي يصف describe describe describe، طبعا ده past منه described وده verb. غابة forest forest forest. أثاث أثاث البيت العفش بتاع البيت furniture 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 furniture. عام general 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 general. تلوث pollution pollution pollution. ورقة الشجر الورقة الواحدة اسمها leaf leaves أو ورقة نبات leaf. طيب عاوز تجمعها هتقول leaves 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 okay leaf leaves. المفقودات lost and found lost and found lost and found. مكتب المفقودات، واحد ضاع منه حاجة فبيروح مكتب المفقودات اللي هو lost and found. إصلاحات repairs repairs، وطبعا repair برضو تنفع فاعل بمعنى يصلح يصلح repair repairs إصلاحات repairs repairs. هنا الكلمة noun. سبورة بيضاء whiteboard whiteboard whiteboard. موضوع topic 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 topic. بص كده معايا هنا أنس came first in the chess. طبعا أنس طلع الأول in the chess. أختار إيه من فوق؟ طبعا competition في منافسة الشطرنج. أنس came first in the chess competition، طلع الأول في منافسة الشطرنج. The walls are covered with، الحوائط مغطاة with graffiti. تمام the walls are covered with graffiti. إيه هو الجرافيتي؟ اللي هو الرسم على الحوائط. The house looks different،
المنزل يبدو شكله مختلفا، without the، من غير الفرنيتشر، من غير الأساس. بدون الأساس البيت كده شكله متغير. ننزل على السينونيمز والأنتونيمز، المترادفات والمتضادات. يعني عندك fail، طبعا الفعل fail يعني يفشل أو يرسب. fail fail السينونيم أو المينينج ليها go wrong، حاجة go wrong، حاجة بتفشل، go wrong go wrong. أما الأنتونيم ليها مضادها succeed، تمام، الـ opposite succeed ينجح، pass برضو ينجح. طيب عندك عطوف kind kind، السينونيم ليها friendly friendly، واحد برضو ودود كده friendly. أما الأنتونيم unkind unkind غير عطوف، ممكن تقول unfriendly. مشمس sunny sunny sunny، إيه السينونيم لـ sunny؟ bright ساطع، clear bright clear. أما الأنتونيم عكسها أو الأوبوزيت dark dark، مظلمة، cloudy غائم، cloudy cloudy. عندنا expressions، بص يا بطل معايا كده هنا، feel unwell، يشعر بمرض. واحد بيقول لك مثلا how are you، ازيك، او how do you feel، انت حاسس بايه؟ فانت لو يعني مش كويس قوي فبتقول I feel unwell، انا اشعر بمرض، لا انا حاسس ان انا مش كويس. feel unwell feel unwell unwell، طبعا will كويس، unwell لا مش كويس. feel unwell. give a call يتصل، هي كلمة call مكالمة، give a call يتصل، give a call give a call. help يساعد، طيب help to a bench، احنا لسه واخدين bench مقعد، help to a bench يساعد لإيجاد مقعد، حد كبير بيدور على مكان يقعد فيه، so you help him to a bench، help to a bench help to a bench. يشارك الأفكار share ideas share ideas share ideas okay share ideas، عندك أفكار فبتقولها وبتشاركها مع الناس، share ideas. طيب وعندنا كمان ينظف، clean up clean up clean up. يتواصل مع communicate with communicate with communicate with. طيب يغطي ب cover in cover in، يعني مثلا لو قلنا cover in snow مثلا، مغطاة بالجليد cover in. يتبرع يعني donate for، من أجل، donate for sick children، يتبرع من أجل الأطفال المرضى، donate for donate for. كلمة donate أو الفعل donate يتبرع، donate donate donate. للبيع يعني for sale for sale for sale for sale، للبيع. طيب pleased by أو surprised by، مسرور بي أو مندهش بي، تمام، pleased by pleased by أو surprised by surprised by. مشروع في a project إيه؟ on a project on a project on a project، مشروع on، بفضل thanks to. طب أنا لو قلت thanks for، لا thanks for يعني شكرا على، thanks for your help، تمام، شكرا على مساعدتك، لكن بفضل يعني thanks to thanks to thanks to my teacher، يعني بفضل معلمي، thanks to thanks to thanks to. الديفينيشنز طبعا بتكون للكلمات المهمة، فتعالى كده نشوف أول ديفينيشن عندنا bench المقعد. قال لك a long seat، كلمة seat اللي هو المقعد الثابت، مقعد ثابت long طويل، for two people or more لشخصين أو أكتر. طيب graffiti الرسم على الجدران، writing ممكن يكون كتابة، or pictures أو صور، that people paint الناس بتلونها، or draw أو بترسمها on walls okay على الحوائط، or buildings أو المباني، although they should not do this على الرغم انهم المفروض ما يعملوش الكلام ده. اوكي greet يحيي، خلي بالك هي اي اي مش اي اي، اي اي تبقى great عظيم، greet يحيي، say hello انك ترحب بحد، or to or welcome someone، تمام، او welcome
ترحب تقول هالو او ويلكم فانت كده greet him. Kindness كلمة kind طيب. طيب kindness العطف الطيبة. The quality of being kind الصفة بتاعت انك تكون طيب helpful متعاون and caring ومهتم towards other people بالناس الاخرى. Lodger نزيل غرفة او مستأجر غرفة lodger someone who pays to live in واحد بيدفع فلوس علشان يعيش in another person's house في منزل شخص آخر. Someone who pays for a room واحد بيدفع علشان غرفة in a house في منزل فاسمه lodger مستأجر غرفة lodger. Not a sport لوحة إعلانات a board that people put on a wall لوحة الناس بتحطها على الحائط to put messages on علشان يحطوا رسائل عليها فاسمها not sport. Pay تدفع فلوس to give money تعطي مال for work someone has done من أجل عمل شخص قام به فلما تديله فلوس انت كده pay. Social network service خدمة الشبكة الاجتماعية a website that allows you موقع بيسمح لك to communicate and share information انك تتواصل وتشارك المعلومات with people in your area مع الناس اللي في منطقتك فده اسمه social network service. طيب surprised مندهش واحد مندهش يعني if you are surprised لو انت مندهش you do not expect something انت مش متوقع حاجة and it seems strange والحاجة دي غريبة or unusual او غير معتادة فلما تحصل انت بتكون surprised. Tenant مستأجر منزل someone who pays to live in a house واحد بيدفع فلوس علشان يعيش في بيت فهو كده tenant. هنيجي للسفكس احنا عرفنا ان السفكس هو اللي بيضاف في الاخر زي مثلا الفعل please يسعد طبعا please من فضلك احنا عارفينها please كverb يسعد يفرح please ضيف لها ant هنشيل الاي ونضيف ant تبقى pleasant صار ممتع مفرح جذاب pleasant اتحولت من verb الى adjective صفة. Lodge يؤجر غرفة verb. طيب ضيف er هتلاقي الاي موجودة اصلا هتبقى lodger مستأجر غرفة بقت noun اسم lodger. Manage يدير ضيف er والاي موجودة اصلا هتبقى manager المدير برضو noun اسم. Strange غريب تمام ضيف er هتبقى stranger okay شخص غريب stranger. طيب عندك history التاريخ history ضيف ic تبقى historic تاريخي صفة اتحولت من noun من اسم اللي هو history التاريخ لصفة historic تاريخي حاجة تاريخية historic. عندنا كمان communicate يتواصل ده verb فعل يتواصل ضيف ion بقت communication التواصل نفسه communication يبقى suffix ion حول الverb communicate لnoun. عندك compete يتنافس ضيف it ion بقت competition المنافسة هنضيف ايه؟ هنضيف it ion وطبعا هنحذف الاي C-O-M-P-E-T-I-T-I-O-N competition منافسة وده noun ده اسم. عندك salt الملح طيب ضيف y تبقى salty مالح صفة ال y هنا suffix وضيف للnoun salt حوله الadjective أصف حاجة إن هي مالحة. طيب تعال نشوف بقى الكلمات اللي هنضيف لها N-E-S-S ما شاء الله الكلمات كلها صفات ولما نضيف ان اي اس اس هيحول الصفة لاسم فكلهم هيتحولوا الاسماء. kind عطوف صفة ضيف ان اي اس اس kindness العطف. ال مريض صفة ضيف ان اي اس اس illness المرض. dark مظلم صفة ضيف ان اي اس اس darkness الظلام noun. هادئ quiet
ضيف ان اي اس اس كوايتنس الهدوء. ساد حزين. ضيف ان اي اس اس سادنس الحزن. سويت حلو صفة حلو الطعم سويت. ضيف ان اي اس اس سويتنس حلاوة المذاق اسمها سويتنس سويتنس. ويك ضعيف اللي هي اي مش اي 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 تبقى اسبوع. ويك ضعيف. ضيف ان اي اس اس ويكنس الضعف. طيب البوب كويز اللي هنا بيقول لي انت عندك شير يشارك، عندك بلوت يلوث، عندك لوجر مستأجر غرفة، عندك ويذ. طيب someone who pays for a room واحد بيدفع علشان روم غرفة. in a house is a lodger. dolphins use sound الدرافيل بتستخدم الصوت to communicate with يتواصل مع communicate with each other. خدنا lodger خدنا with انا معايا share وفلوت. I can eat my teacup with you انا اقدر فنجان الشاي بتاعي معاك share. I can share my teacup with you. هننزل تحت على الدروس بتاعتنا. Do you have regular neighborhood meetings؟ هو انتوا عندكم في الحي بتاعكم اجتماعات منتظمة تجتمعوا كده مع بعض؟ تعال نشوف. في مان راجل بيقول Thank you all for coming along to this meeting. شكرا ليكم كلكم لانكم جيتوا الاجتماع. كلمة meeting يعني اجتماع. I'm going to show وgoing to مصدر وقبلها verb to be ده اللي انا هتكلم عليه على البورد ان شاء الله. I'm going to show you انا هوريكم هوضح لكم a page صفحة on the whiteboard على السبورة البيضاء. Can you all see it clearly كلكم شايفينها بوضوح؟ راجل واقف كده وجاب سبورة وحط ليهم صفحة وبيقول لهم Can you see it clearly؟ ففي teen girl بنت كده في سن المراهقة قالت What is the page from؟ هي الصفحة دي انت جايبها من ايه؟ Is it a website؟ هو ده موقع؟ قال Yes it's a website هو موقع for the local community المجتمع المحلي to share ideas علشان نتشارك الأفكار called a social network service خدمة الشبكة الاجتماعية. تمام؟ called a social network service page. We are going to start one too. احنا كمان زيهم هنبدأ في واحدة من دول. احنا كمان هنشارك زيهم. Is anyone interested in helping? Is anyone هل أي شخص interested in يا ولاد يعني مهتم بي interested in helping مهتم بالمساعدة. ففي وومن امرأة قالت It's a very good way to communicate with everyone. It's a very good way انها طريقة جيدة جدا to communicate with. Communicate with يتواصل مع خلي بالك منها to communicate with everyone علشان نتواصل مع كل واحد. After all not everyone can come to meetings يعني مش اي حد يقدر يجي للاجتماعات. And it's much quicker and cheaper وده أسرع وأرخص than delivering leaflets من توصيل منشورات. يكون لنا كده يعني social network service. ففي teen boy ولد في سن المراهقة قال How do we start؟ تمام؟ كيف نبدأ؟ احنا هنبدأ ازاي؟ اوكي نيجي هنا تحت بص معايا بيقول لي read the social network service page اقرأ بقى صفحة شبكة التواصل الاجتماعي دي. Which of the messages are asking for help وايه من الرسائل اللي كانت بتطلب المساعدة. فتعال نقرأ Community matters شؤون المجتمع أمور المجتمع بتاعنا. أول حاجة the kindness of strangers عطف الأغراب الأشخاص الأغراب. Thanks to بفضل the kind person who helped my elderly neighbor بشخص بفضل الشخص الطيب اللي ساعد جاري الكبير في السن last week he felt unwell هو كان حاسس انه unwell لا مش كويس بالمرض. And someone kindly وشخص كده بطيبة helped him ساعده to a pinch يعني help to a pinch يساعده في إيجاد مقعد.
to sit on علشان يقعد عليه for a rest من أجل الراحة. تمام، شكرا يا شخص يا غريب. حاجة حلوة حصلت في المجتمع بتاعنا. We need more trees. احنا محتاجين أشجار أكتر. موضوع تاني برضو في مجتمعنا. A few of us. قليل مننا are going to plant or going to سوف plant يزرع some trees بعض الأشجار along the streets بطول الشوارع. It will help with pollution. ده هيساعد في مشكلة التلوث. And also encourage more visitors. وهيشجع زوار أكتر to our town لمدينتنا. Who is interested in joining our project? Who mean يا أولاد is interested in? Interested in مهتم بي. بيجي بعدها ING أو اسم. Interested in joining our project. مين مهتم بالانضمام للمشروع بتاعنا؟ في أمر تاني بيخص المجتمع بتاعهم. Computer repairs. إصلاحات كمبيوتر. Hi neighbors. أهلا يا جيراني. I have experience in. Experience خبرة. أنا عندي خبرة في. Repairing computers. إصلاح الكمبيوترات. And mobile phones. والتليفونات المحمولة. Give me a call if you need help. Give a call يعني اتصل. اتصل بيا لو انت محتاج مساعدة. حاجة تانية تخصهم برضو. Let's help those in need. يلا نساعد المحتاجين. In need اللي هما الجماعة اللي محتاجين. Please donate food. من فضلكم donate تبرع. Donate food تبرعوا بالطعام. To people إلى الناس. Who don't have enough. الناس اللي ما عندهمش طعام كافي. Volunteers المتطوعون. Are also wanted to help deliver boxes. هما كمان عاوزين يساعدوا في توصيل الصناديق. بعد كده art class يعني حصة رسم. The community center, okay, مركز المجتمع is going to be closed. هيقفل on Saturday, يوم السبت next week, الأسبوع الجاي, from 4 p.m. to 7 p.m. من الساعة 4 للساعة 7 for an art class من أجل حصة الرسم. طيب graffiti. حد شاف طبعا رسم على الحيط كده فقال I was disappointed. أنا أحبط. To see the graffiti on the walls. لما شفت الرسومات على الحائط. Of the town hall بتاعت مركز المدينة. This is a historic building. ده مبنى تاريخي. What are we going to do about it? احنا هنعمل ايه في الموضوع ده؟ What are we going to do? ماذا سوف نفعل about it في هذا الموضوع؟ عندنا بعد كده نص ممتع جدا بعنوان ديفيد كوبرفيلد. طبعا ديفيد كوبرفيلد هي اسم ستوري قصة للكاتب تشارلز ديكنز باي تشارلز ديكنز. وده ديفيد كوبرفيلد ده هو بطل القصة الشخصية الأساسية في ستوري والقصة مشهورة جدا. فتعال نقرأ كده مع بعض مكتوب ايه. مكتوب I was working in the factory. أنا كنت بعمل في مصنع when one day لما في يوم من الأيام my manager greeted me. مديري قدم لي التحية وقال لي you have a visitor. جالك زائر. He said this is Mr. McCover. Pleased to meet you David said the man. الراجل هو مستر ميكاور قال لي مبسوط ان انا شفتك يا ديفيد. I'd like you to be my lodger. انا عاوزك تيجي وتكون نزيل غرفة عندي. He took me to his house. والراجل اخدني من المصنع اللي انا بشتغل فيه كي لبيته. After work طبعا بعد الشغل. It was as poor and old as he was. والبيت فقير وقديم زي الراجل نفسه. He lived there with his thin wife. راجل عايش هناك مع زوجته النحيفة. Their baby. والبيبي بتاعهم and two small children وطفلين صغيرين. I never thought that we'd need a lodger, said Mrs. McCover.
فالسيدة بقى اللي هي زوجة الراجل مسز ميكاوبر قالت له I never thought that we need a lodger. عمري ما كنت أتخيل إن إحنا محتاجين نزيل. But we don't have enough money, you see. بس إحنا ما عندناش فلوس كافية زي ما أنت شايف. ديفيد وقتها بيقول I was 10 years old. أنا كان عندي 10 سنين. And I had no help from my family. وما فيش مساعدة بتجيلي من أسرتي. But my money from the factory. ولكن فلوس اللي باخدها من المصنع paid for بتدفع في ايه بقى my food طعامي and room وغرفتي. The Micawbers يقصد العيلة بقى كلها راجل ومراته وأولادهم. فهنا بيقول The Micawbers were very kind كانوا طيبين but they were even poorer than me بس كانوا أفقر مني. One day Mrs. Micawber said قالت We have nothing to eat النهاردة ما عندناش حاجة ناكلها in the house. I tried to give her some money. فأنا اللي اديتها فلوس. أنا حاولت إن أنا اديها فلوس. فهي قالت I can't take this. لا 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 ما أقدرش أخدهم. She said. But we have something that we can sell. إحنا عندنا حاجات هنبيعها. Can you help us? ممكن تساعدنا. So هو عمل إيه بقى ديفيد؟ I sold some of their old books and furniture. أنا بعت بعض الكتب القديمة بتاعتهم وكمان الأثاث. I gave the money to Mrs. Micawber. وأعطيت المال لسيدة ميكاوبر. تفضلي أنا بعت والفلوس أهي. And she was able to cook us. فبقت قادرة إن هي تطبخ لينا all a healthy meal. كلنا وجبة صحية. طيب ننزل في لايف سكيلز حلوة قوي. بيقول لي try to help people حاول تساعد الناس in your community في مجتمعك and remember to respect وافتكر دايما انك تحترم those who are different from us الجماعة المختلفين عننا احترمهم. تمام عندنا تمارين وعندنا بعد كده جزء الجرامر ان شاء الله ده هننتقل للبورد ونشرحه فما تقفلش الفيديو طبعا لان في جرامر جميل جدا وسهل وبسيط جدا. هنيجي هنا بيقول لي لو انت مثلا هتكتب short story تمام انت مطلوب منك يقول لك write a short story في سؤال الباراجراف قال لك short story فعندنا مثلا a short story about David Copperfield بتقول David Copperfield is a story by Charles Dickens يبقى اول جملة هنقول مثلا الكاتب David Copperfield is a story by Charles Dickens Dickens used many events Dickens الكاتب ده used استخدم many events احداث كتير of his early life من حياته هو to write the story علشان يكتب القصة يعني هو الراجل بيكتب الحاجات اللي كانت حصلت له نفسه في قصة. David Copperfield is the hero نقول مين البطل بقى؟ David Copperfield is the hero hero البطل is the hero of the story بطل القصة. David was born ولد after his father died after his father died بعد بابا مات. His mother loved him مامته حبته. His nurse الممرضة بتاعته looked after him like her son looked after اعتنت بي looked after him اعتنت بي like her son زي ابنها. David's mother ومامي David married a man تزوجت رجل but he was cruel ولكنه كان قاسي هنا بقى زوج الأم دايما he was cruel to David كان قاسي مع David. After his mother died بعد ما مامته ماتت he left school ترك المدرسة and worked in a factory واشتغل في مصنع. One day ذات يوم the manager told him المدير قال له that another man wanted a lodger ان في واحد محتاج نزيل في غرفة because they were very poor لان هم فقراء هيجوا ياخدوك انت بقى ديفيد. So he lived with them for a long time فعاش معاهم لفترة طويلة. After that he lived with his aunt وبعد اللي هم عيلة ميكاوبرز راح عاش مع his aunt okay عمته. He completed his school أكمل دراسته and became a reporter وطلع بعد كده صحفي كمل دراسة وتخرج وبقى صحفي. In the end he married وفي النهاية تزوج. تمام فده short story about David Copperfield. طيب تعالى نتكلم على community problem مشكلة بتخص المجتمع. انت مثلا في مجتمع وبتناقشوا عاملين ميتنج مثلا كده فاتعرض عليك
مشكلة أو أنت بتعرض مشكلة، فهتقول إيه؟ Firstly، أولا let me say how much we all love our neighborhood. أنت تبدأ كده الأول تقول لهم أول حاجة إحنا كلنا بنحب الحي بتاعنا، تمام؟ let me say، اسمحوا لي، let me say، اسمحوا لي أقول. أنت وقفت بقى مسكت المايك وبتتكلم. let me say، اسمحوا لي أقول how much، قد إيه we all love our neighborhood، كلنا بنحب الـ neighborhood، الحي. The houses are all of great importance. The houses، البيوت ممكن تقول are important. هنا قال تعبير تاني are all of great importance، لها أهمية كبيرة. Some of the houses are old، بعض البيوت قديمة. And built in great style، ومبنية بطراز جميل عظيم. However، ومع ذلك اعرض المشكلة. They became dirty، أصبحت غير نظيفة. And full of graffiti، ومليئة بالرسومات اللي على الحائط. Okay، and full of graffiti. Now they need painting، ودلوقتي البيوت، they أقصد البيوت، need painting، محتاجة دهان. In our community meeting، في اجتماع المجتمع بتاعنا، we decided to improve، احنا قررنا ان احنا نطور، نحسن these buildings، هذه المباني. And plant trees، ونزرع أشجار. In front of each house، أمام كل منزل. Furthermore، بالإضافة إلى ذلك، we need to put rubbish، احنا محتاجين ان احنا نضع rubbish bins، سلات القمامة. To keep the area clean، علشان نحافظ على المنطقة نظيفة. يبقى احنا بعد ما عرضت المشكلة، فبعرض solutions، الحلول، تمام؟ ايه هي؟ Improve these buildings، نحسن المباني دي. And plant trees، ونزرع أشجار. In front of each house، أمام كل بيت. Furthermore، we need to put rubbish pins، نحط سلات قمامة. To keep the area clean. I encouraged all young people، أنا شجعت كل الشباب. To help with our community project، إنها تساعد في الcommunity project ده، في نشاط المجتمع ده. Which takes a few months to finish، اللي هيستغرق شهور قليلة علشان ينتهي. As soon as we complete our task، بمجرد أن ننتهي من المهمة بتاعتنا، our neighborhood becomes very attractive، الحي بتاعنا هيكون جذاب جدا. And it may be a tourist attraction، وليه لأ، ممكن يكون tourist attraction، يعني موقع من مواقع الجذب السياحية، يجذب السياح. To conclude، تمام، الخلاصة، الختام، تيجي تختم بيها. To conclude، بدأت firstly أولا، ودلوقتي to conclude، we are still cleaning the area، احنا لسه بننظف المنطقة، ما زلنا بننظف المنطقة. We are still cleaning the area، so we are looking for more and more volunteers، احنا بنبحث عن متطوعين اكتر واكتر، احنا لسه بنشتغل، عايزين volunteers to help us، علشان يساعدونا complete the project، نكمل المشروع بتاعنا. كده احنا كتبنا الباراجراف على الكوميونيتي بروبلم. فبدأت كده describe your neighborhood، وصفت مجتمعي. say why you love your neighborhood، بقول لي انا بحب الحي بتاعي. talk about its problems، اتكلم على المشكلة. suggest solutions، تقترح حلول for its problems. ask others to help، واطلب المساعدة من الناس انها تيجي معانا وتكمل الحل بتاعنا. okay، ask others to help you improve it. تعالى دلوقتي بقى ننتقل للبورد، علشان نتكلم على جزء الجرامر، اللي هنتكلم فيه على استخدام going to، اللي هي سوف. هنتكلم على going to، سوف، ويكون قبلها verb to be، اللي هو am او is او are. am going to، او is going to، او are going to. الكلام ده احنا هنقوله على البورد، حاجة صغيرة جدا يعني، مكملتش صفحة. تعالى بس نتكلم عليها، وبعد كده يا سيدي هنكون خلصنا الفيديو. يلا بينا يا بطل. طبعا البطل عارف ان احنا عندنا am و is و are، واستخداماتهم طبعا am مع I، و is مع he و she و it، واي اسم مفرد، he is، she is، it is، و are مع you، نقول you are،
we are, they are, you are, we are, they are. قال لك بقى ان احنا ممكن بعد am و is و are نجيب كلمة اسمها going to، وهنا going to اقصد بيها سوف. فتقول كده I am going to، يعني انا سوف. He is going to، she is going to، هي سوف. It is going to، you، انت. You are going to، انت سوف. We are going to، نحن سوف. They are going to، هم سوف. فواضح ان انا بتكلم على مستقبل، بقول لك سوف، انا سوف. بعد كده هتجيب infinitive، فعل في المصدر، يعني فعل بدون اضافات. يعني مثلا ما تقولش I'm، ما تقولش كده مثلا I'm going to، انا سوف، وبعد كده ترجع تقولي buying، بوظتها كده في الاخر. I'm going to buying، لا ماشي تمام، انت جبت am و is و are، و going to تجيب مصدر بدون اضافات. I'm going to buy، okay، I'm going to buy، انا سوف اشتري. I'm going to buy مثلا a new car، okay، I'm going to buy a new car. هو ده المستقبل باستخدام going to، ده المستقبل باستخدام going to. طيب ايه الفرق بينه وبين will؟ I will buy a new car. والله بص، هو المستقبل باستخدام going to انت بتستخدمه لما يكون في الموضوع خطط، okay، خطط، انت عندك خطط للموضوع ده او نوايا للموضوع ده، انت عندك نية، okay. I'm going to buy a new car، انا عندي نية او راسم كده خطة في دماغي ان انا اجيب عربية، فاقول going to، تمام، للخطط والنوايا المستقبلية. لما نقول مثلا we، طبعا we تاخد are بعد am و is و are اللي مش هنساهم ان شاء الله. We are going to، نحن سوف، فعل في المصدر start. We are going to start مثلا our own، our own الخاصة بينا احنا، social network service، خدمة شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بينا، ان شاء الله ناويين نبدأها، ناويين نبدأها وعندنا خطة وافكار في دماغنا. طبعا لو خدنا اجراء، نرجع بقى للحصة اللي فاتت، المضارع المستمر، لو خدنا اجراء ومشينا في الموضوع بستخدم مضارع مستمر، لكن في مجرد نية او خطة في دماغي، راسم كده تخطيط في دماغي going to، اللي هو لازم يكون قبله am with are، لان في ناس بتنساهم، في ناس تقولك I going to، فين am؟ هما ثلاث مكونات am و is و are و going to ومصدر، ثلاث مكونات، اوكي، ما تجيبش going to مصدر وتنسى am و is و are، تمام. وبتلاقي اصلا في الموضوع برضو احيانا يعني كلمات بتدل على النية، فطبيعي تبقى going to وانت مغمض. يعني مثلا ممكن تلاقي كلمة decide، انا قررت، تلاقي كلمة intend، ينوي، تلاقي كلمة plan، يخطط. فالكلمات دي كده already دالة ان في حاجة في دماغك بقى، في فكرة في دماغك، قررت، نويت، خططت، okay. فطبيعي هتستخدم going to. مثال تاني، لما قلنا مثلا دلوقتي the street، الشارع، is going to be، سوف يكون، تمام، شفت am و is و are و going to مصدر، is going to be closed، مغلق، on Saturday، يوم السبت، تمام. عندنا خلاص قررنا كده وخدنا الخطة بتاعتنا او النية بتاعتنا ان احنا ان شاء الله هنقفله يوم السبت، تمام. طيب عرفنا المستقبل ب going to، ده لو في نية عندنا وبيكون am و is و are و going to فعل في المصدر. ازاي انفيه؟ انت بتنفيه بتجيب كلمة not بعد am و is و are، تمام؟ فتكون كده am not، وطبعا not ما بتختصرهاش مع am، يعني لازم تكون شكلها not، لكن مع is ممكن تقولها isn't، ومع are ممكن تقولها aren't، مفيش مشكلة، مع am لازم تيجي بشكلها. يعني I'm going to، أنا سوف travel، إن شاء الله أسافر، عندي نية، I'm going to travel to France، انا عندي نية اسافر فرنسا، I'm going to travel to France. افرض انا ما عنديش النية، لا لا لا، I'm not، هجيب هنا not، I'm not going to travel to France. نقول he isn't going to، هو مش عنده النية، he is going to start a new project،
he is not going to start a new project. انا بنفي. لو ما فيش not, he is going to start a new project. هو هيبدا مشروع جديد. في ان شاء الله عنده قرار وخطه ونيه للكلام ده. لكن لا لا لا, he isn't going to start a new project. هو مش هيبدا مشروع جديد, ما عندوش نيه خالص للكلام ده. فانا هنا بنفي بوضع not بعد am و is و are. اوكي اوكي طيب ازاي بسال؟ والله لو عاوز تسال اذا انت هتبدا ب am او is او are, دول الافعال المساعده بتاعتك هيخلصوا لك كل حاجه. بدل ما كان عندك فاعل وبعد كده am و is و are, لا هنعكس, هيبقى am و is و are وفاعل ونكمل بقى going to مصدر. يعني كاننا عملنا مقص. يعني he is going to play, he is going to play, هو هيلعب. اوكي ان شاء الله عنده خطه انه يلعب. فهنعمل مقص is, بدات ب am و is و are, بعد كده الفاعل. is he going to play, is he going to play, okay, is he going to play, هل سوف يلعب, is he going to play. تمام, فبتبدا ب am و is و are. is he going to play, طبعا بتقول مثلا yes he is او no he isn't. لو عاوز تجاوب okay yes he is او no he isn't, تعمل yes بعد yes comma بعد الكاما مقص, تعمل no بعد no comma وبعد الكاما مقص, وتنفي لانك بتقول no, no he isn't. تمام, is Adam going to study, هو ادم ان شاء الله ناوي يذاكر, اكيد اه طبعا يا ادم ذاكر يا ادم, yes he is. فبتبدا ب am و is و are. are you مثلا, are you going to, هل انت سوف, نجيب مصدر. donate, are you going to donate food, هل سوف تتبرع بالطعام. to charities, للجمعيات الخيرية, اه طبعا هتبرع, yes. ويو تتحول ل اه yes I, و I تاخد am, yes I am, اه هتبرع. افرض مش عندك النية, no I'm not, ما تختصرش not, no I'm not. فانت بتبدأ بالسؤال بهل او ال yes no question, تبدأ ب am و is و are. طيب افرض انت عاوز تسأل بأداة استفهام, هتحط أداة الاستفهام ال WH word بتاعتك, وبعد كده كأنك برضو بتسأل بهل am و is و are والفاعل و going to مصدر. تمام, كأنك بتسأل بهل, تحط أداة الاستفهام وكأنك بتسأل بهل. يعني قول مثلا where, okay, where, بعد أداة الاستفهام are, الفاعل we, where are we going to, where are we going to meet, أين سوف نتقابل, where are we going to meet. الإجابة مثلا we are going to meet, نحن سوف نتقابل مثلا in the club, في النادي. اوكي, يبقى عندك أداة استفهام am و is و are, فاعل, going to مصدر, أداة استفهام وكأنك بتسأل بهل, are we going to meet, كأنه سؤال بهل, بس حط قبله أداة الاستفهام زي where, زي what, اوكي, زي how, زي when, زي why, حط أداة الاستفهام المناسبة. يعني مثلا تقول what is هبة going to do. شفت أنا عملت إيه هنا؟ What is هبة going to do؟ أداة استفهام am و is و are, فاعل, going to مصدر. Okay, what is هبة going to do؟ قول مثلا when, أداة استفهام am و is و are, when are, الفاعل they, when are they going to, متى هم سوف, leave, فعل في المصدر, school, يغادرون المدرسة. when are they going to leave school, هم يغادروا المدرسة امتى. يبقى المهم في السؤال انت بتعمل مقص. في السؤال انت ما بتقولش هبة is او they are, لازم تعمل مقص. سواء كان سؤال بهل او سؤال بأداة استفهام لازم تعمل مقص, لازم تجيب am و is و are قبل الفاعل. بس كده, ده كان جزء الجرامر, خفيف جدا وصغير وبسيط جدا. حبيبي thank you for watching, شكرا انك كملت الفيديو بتاعنا للاخر, انا بحبك جدا جدا, ونلتقي قريبا جدا ان شاء الله في فيديو جديد. وبكل اسف هقولك دلوقتي خلاص خلصنا, سلام, goodbye.